احتل العمل عبر الإنترنت أي الفريلانس الخيار الأمثل للكثير من الشباب في العصر الحالي، وذلك بعيداً عن الوظائف التقليدية التي تتطلب عدد ساعات طويلة في العمل. وكشفت شركة بايونير الأمريكية المتخصصة في إدارة المدفوعات المالية عبر الإنترنت في أحدث تقريرها لعام 2020 أنه بلغ متوسط دخل أصحاب العمل الحر 21 دولاراً في الساعة بشكل عام، وذلك بارتفاع قدره دولارين عن العامين الماضيين. كما وجد التقرير أن 70% ممن شملهم هذا الاستبيان لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، في حين كانت أعمار 21% منهم أقل من 25 عاماً. ومن بين أفضل الوظائف للعمل الحر عبر الإنترنت لعام 2022 العمل بمجال كتابة النصوص والمقالات، مجال التعليم عبر الإنترنت، مجال ترجمة النصوص، مجال إدخال البيانات، مجال التحرير والتدقيق اللغوي، مجال تصميم المواقع الإلكترونية، مجال التجارة الإلكترونية، مجال التصميم الجرافيكي، التسويق والمبيعات. ويبقى السؤال الأهم، أي مجال تفضل العمل به عبر الإنترنت؟ ابدأ الآن.